للحديث عن تدهور أوضاع التعليم في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال أدليمي. أهلا بك دكتور هلال معنا. يعني في البداية مدارس متهالكة ومدرسون يفتقرون لمقومات العملية التعليمية كما تعلم. السؤال هنا، هل الميزانيات المليارية لا تسع لأن تضع ملف أو لا تسعى لأن تضع ملف تطوير التعليم في حساباتها لرفع كفاءة الأبنية ورفع رواتب المعلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمة أقرأ التي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام استهدفت أقرأ، وإقرأ لها أطراف عدة، طرفيها المعلم. وأنا في هذه المناسبة أحيي كل المعلمين ومعلمينا الذين تربونا وتعبوا علينا، والله لنا فيهم حقهم مهما فعلنا. القضية في العراق أخي الكريم استهداف بلد بأكمله، باستهداف العملية التربوية والتعليمية بشكل خاص، وهذا الاستهداف هذا استهداف منظم كما أشرنا في لقاءات سابقة حول هذا الملف الخطير. هو أحد ملفات تجهيل الشعب العراقي وإخراجه من ما كان يرعب أعداء العراق، وأكثر شيء كان يرعب أعداء العراق هو عدد الخريجين الحاملين على الشهادات العليا والكادر العلمي الذي بنى حضارة وبنى في العراق الجسور والطرق والمدارس والمستشفيات، وكان يشار له بالحقيقة عالميا من بهذا الجانب. هذا الهجوم الذي أتى بعد الاحتلال استهدف هذا القطاع بشكل مميز، وربما يكون خفي وربما يكون معلن وربما يكون هذا الأمر خافي على كثير من الناس، لأن الناس اهتمت في قضايا أخرى ولم تنتبه إلى خطورة هذا الملف الذي يستهدف الأجيال لسنين قادمة. فلاحظ من خلال تقريركم أنه المدارس توقف بنائها واستهلكت الأموال في قضايا الإرهاب والإرهاب المقدس والصرف على الميليشيات والصرف على إضافة للسلب والنهب القائم. المدرسة الواحدة وهذا الكلام دقيق تكلف مليون، بحدود مليون دولار. نحن منذ عام 2003 ولحد الآن لم تزداد عدد المدارس، بل هناك خطة كانت لتهديم المدارس على أساس بنائها ومن ثم تركت، لا خلينا المدارس القديمة نرممها وتبدأ ونمارس فيها العملية التربوية على عماها مثل ما يقول المثل العربي، ولا بنينا محلها. إذن هناك استهداف منظم للعناصر العملية التربوية، هي المدرس والطالب ومستلزمات التدريس اللي هي البناية والمدرسة وما يتبعها. الأمر الآخر هو من يوفر الحماية لمن؟ يعني أنت الآن في تقريركم المفضل هناك اعتداء على المعلم، على المعلمين، اعتداء على الهيئة التدريسية، من؟ من أناس خارجين عن القانون، خارجين عن المنظومة الخلقية. لا يمكن أن تعتدي على معلم. جانب الآخر، يجب أن يكون هناك محاسبة لكل الأطراف، للمعلم الذي يقصر ولمن يعتدي على المعلم. دكتور هلال، هذه دكتور هلال، يعني في إطار ما تفضلت به دعني أستنبط هذا السؤال من قولك السابق، يعني إلى أي مدى ترى أن عملية الإهمال التي يشهدها قطاع التعليم ما هي إلا خطة مقصودة في إطار استراتيجية تدمير مستقبل العراق مثلا؟ أخي الكريم، هذا الأمر يعني أصبح واضحا للعيان لما أنت تخرج 30% حسب تقارير اليونسكو من الجيل عن الدراسة. هذا يعني أنك عطلت ثلث القوى العاملة في العراق للأجيال القادمة، وثلث هذا سوف يؤدي إلى مضاعفة الثقل على الدولة، يعني على الدولة وعلى الإنتاج القومي، لأن أنت ضمن أجزاء التنمية البشرية هو أنه يكون الجيل القادم قادر على العمل. ما هي فرص العمل للجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ في بلد دمرت فيه الزراعة، دمرت فيه الصناعة، دمرت فيه العناصر الأشياء الأخرى، سوف يتوجهون إلى القضايا الربح السريع
وهذا الربح السريع متوفر الآن عن طريق ما يسمى المخدرات وتجارة المخدرات، وهذا هي خطوة الآن تعرف أحد أركان ترويج المخدرات في العراق هم الأطفال والشباب الذين لا يجدون عمل والذي لا يمكن أن يذهب إلى طريق التعليم. إضافة إلى أنه قيادة الجهل، قلنا هذا الكلام، قيادة الجهل أسهل بكثير لهؤلاء الذين أتوا جهلا في العراق. الشيء الآخر، عندما لم تقيم الأمور بشكلها الصحيح ويوضع على منصة قيادة العملية التربية وناس زوروا الشهادات، يعني هو مجرم بالأساس، يعني هو مرتكب جرم قانوني يحاسب عليه القانون في أي دولة من دول العالم، فكيف هذا لهذا المسؤول الذي هو زور شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة ويكون مسؤول؟ كيف سيتصرف مع عملية تربوية هو لا يحتلمها أصلا؟ نعم دكتور هلال، جئت على ذكر قضية خروج الأطفال للعمل وهذا يعني تسربهم من التعليم بالضرورة. السؤال هنا، ما الأسباب التي تدفع الطفل للتسرب من التعليم مثلا؟ هو حقيقة الأمر أنه أنت صار عندنا بالعراق طرفين من الاقتصاد، طرف مترف جدا وهما السراق واللصوص والأحزاب والقيادات التي أتت إلى العراق لتسرق وتنهب، ومن ثم مجموعة كبيرة من الناس تمسحقهم اقتصاديا، لا يوجد هناك مصادر للعيش، قطعت عنهم مصادر للعيش الأخرى، لا عنده استعداد، ليس له القدرة المالية أن يدفع رشوة لكي يعين ابنه أو يتعين هو، وطوابير العاقلين عن عمل نسبة البطالة أصبحت أكثر من 60%، تتحدث عن بلد تعداد 40 مليون، العنصر الشاب العامل العنصر القادر على العمل في يتجاوز ال 15 مليون تقريبا تحديدا اذا اخذنا الاعمار بكافه مستوياتها. الان هناك بطاله مقنعه، يعني الاحزاب الان اللي يذهب الى الانتخابات يوعد بالتعيين، تخيل، والذي يريد ان يعمل شيء يوعد بالتعيين، وهناك اشياء دخل خارج حدود المعقول، فبالتالي الذي لا يستطيع ان يدفع لهذا ولذاك سوف ينزل إلى سوق العمل، سوق العمل الأب عاطل عن العمل يدفع أبناءه للتسرب من التعليم مجبرين، هناك إجبار عليهم، إضافة إلى قضية أخرى قضية الناجحين الذين هجروا من ديارهم ولم يعودوا إلى العمل. في ظل كل هذه التداعيات دكتور هلال، كيف يمكن قراءة مستقبل بلد لم ينعم فيه طفله بالتعليم كما يجب؟ في حقيقة هذا هو الخطورة في هذا الملف الذي ربما يهمل لأنه لا يرى نتائجه خلينا نقول السوداء إلا في على مدى طويل من الزمن، هذا يذهب بالتدريج إلى يعني منحنى التنمية البشرية في العراق بهذا الأساس تنحدر انحدار شديد، لأنه الآن ما هو مستقبل بلد جاهل؟ يعني 30% او 40% او 50% من سكان جهلة، وتعرف هذا الداء حاربه الاسلام منذ بدايته، يعني منذ اول كلمة انزلت عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث امة اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني الان انت تحيد هذا الجيل عن كل شيء، تحيده عن عقيدته، عن إنتاجه، عن طبيعة حياته، كيف يقاد، هذا الكلام حقيقة مستقبل سيء جدا. نعم. ويجب أن الانتباه إلى هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع حقيقة تدمير بطيء وتأثيره عميق جدا، معالجته سوف تكون حقيقة، تركه بهذا الحال هي كارثة لا يحمد عقباها حقيقة، ليس على جيلنا احنا وإنما على أجيال ربما تمتد إلى جيلين أو ثلاثة. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال أدليمي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.